قل ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ الخوارج يكفرون المسلمين، أما البغاة فهم يخرجون على ولي الأمر، عن طاعة ولي الأمر، ولا يكفرون المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتجون بأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا غلو. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الاستطاعة، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة. نعم.